ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا هكلمكم عن مفضلاتي لشهر يناير، والحقيقه ان في اكتر من حاجه هي مفضلاتي على طول، بس بالاخص في الشتاء، ويمكن معظم الحاجات هتبقى للترتيب، لان انا بالنسبه لي الشتاء يعني تقشير وترتيب لازم، لانه لو ما عملناش على طول سكراب للبشره وللجسم هتلاقي، عارفين اللي هو القشور البيضة، اللي هو مثلا تيجي تقلعي حاجه تلاقي فيه حاجات بيضه كده بتطير قشور، او ان انت تبقي طول الوقت ايدك على طول فيها حاجات بيضه مقشره مش ناعمه خشنه، تحس ان هي بتحرقك شويه لو حطيتيها مثلا في الميه او لما تيجي تحطي كريم. فكل ده عشان نتخلص من القصه دي كلها، ان احنا على طول نعمل سكراب ونرطب. فانا النهارده هكلمكم عن اكتر من حاجه وان شاء الله يعجبكم. اول حاجه من مفضلاتي، وهو الحقيقه مش مفضل، هو مسلم، يعني احنا عندنا مفضلات وفي مسلمات في الحياه، فبالنسبه لي زيت الزيتون ده من المسلمات، لان هو حلو جدا في الترطيب وحاجه طبيعيه، بس دايما في الحاجات الطبيعيه اهم حاجه تتاكدوا ان انتوا جايبينها من مكان موثوق فيه، لان لو جبت حاجه مش اصليه هتضر بشرتك مش هتفيدها. فهتلاقي الناس بيتكلموا عن زيت جوز الهند، عن زيت الزيتون، عن مش عارفه ايه، وانت تيجي تستخدمي الحاجه هتلاقي مفيش اي افكت، لانه بتبقى حاجه مش اصليه فمش هتديكي اي نتيجه. فاهم حاجه تاكدوا ان انتوا جايبينه من مكان اصلي، وحاولوا تكون الازازه نفسها غامقه، او تحطوها في كيس اسود، او تحطوها في مكان ما بيتعرضش للضوء، لان زيت الزيتون من الحاجات اللي بتتاكسد. فزيت الزيتون انا بستخدمه في السكراب بتاع جسمي، ان انا بحط زيت زيتون كميه كده حبه محترمين يعني، وبحط عليهم السكر العادي بتاعنا ده، اللي هو السكر العادي الابيض او البني، مش مهم، انا بستخدم الابيض عادي في اوقات كتير، وبعصر نص ليمونه وقبل الشاور، او بحاول ان انا ابل جسمي كده شويه يعني، او ان انا اكون عامله الحمام كله بخار سخونه، بحيث ان انا ادخل في الجو الدافي ده شويه، هيساعدني ان انا لما اعمل سكراب ان هو يشيل الجلد الميت، وبعدها هو اصلا هيسيب الجلد مترطب. ممكن ترطبي بيه، غير ان هو برضو للشعر برطب بيه على طول الشعر، مش محتاجه غير كميه قليله جدا، ولا هيدهنن ولا هيعمل اي حاجه، وفي نفس الوقت بيدخل في ماسكات كتير جدا للبشره للترطيب. يعني زيت الزيتون انا ما بستغناش عنه سواء صيف او شتاء، هو بينفع في جميع الاحوال، لان هو زيت خفيف ومش بيدهن، ان بشرتي مايله شويه للدهنيه هو مش هيدهنن، وهينفع لكل انواع البشره. الحاجه الثانيه اللي عايزه اكلمكم عليها هي زبده الشيا، يعني اكيد سمعتوا عنها، زبده الشيا ده شكلها، هو انا يعني باكلها انا وزوزو بنتي من اول الشتاء، ورغم كده هي قاعده ومكمله معايا، يعني الكميه حلوه يعني تكفي. اي حاجه طبيعيه هتلاقوني بقول لكم دايما اتاكدوا ان انتوا جايبينها من مكان بيبيع الحاجات اصليه، عشان بس يعني الافكت بتاعها تحسوا بيه. دي انا كانت جايه لي من غانا، للاسف هي مش موجوده في مصر، بس في اماكن كتير اسمع ان هي بتبيع زبده الشيا الاصليه. الفكره ان هي البنت دي بتنزل كل فتره مصر، هي بتيجي من غانا وبتجيب معاها حبه منتجات كده حلوين، وبتيجي تقعد في مصر فتره صغيره وبترجع تاني. انتوا لو متابعيني على الانستجرام هتلاقوني على طول اول ما بتنزل مصر بجيب منها حاجات وبعمل لها منشن، ويا جماعه الحقوا، لان الحاجه ما شاء الله عندها بتتخطف واسعارها كويسه، ودي مثلا 300 جرام، فباخد منها اللي هو لحظه بسيطه سواء للشعر سواء للجسم، بس انا بحب شويه ان انا اخففها باي حاجه، يعني بحط عليها اي زيت تاني، يعني هي تقيله بس لما نحطها ونوزعها كويس والجلد يتشربها هتسيبه مترطب بالايام، بقى مش بالساعات، بالايام. فهي تحفه، فلو لقيتوا اي مكان بيبيعها اصليه سيبوا كومنت بالمكان ده، عشان يعني اللي حابب ان هو يجيبها ويجربها يعرف يلاقيها فين. زيت نوكس من الحاجات المفضله عندي جدا. في ناس تقول لا او ما بيديش التاثير الحلو قوي ده وكده، انا من الناس اللي شايفه ان هو بيأثر جدا، وبستخدمه لكذا حاجه، يعني هو ينفع لترطيب البشره، ينفع لترطيب الجسم، ينفع لترطيب الشعر، يعني بعد ما تاخدي شاور وشعرك خلاص بقى قرب ينشف كده، لو حطيتي منه نقطتين ثلاثه هيرطب الشعر جدا ومش هيدهننه، وبيرطب الجسم جدا ومش بيدهننه، ونفس الكلام مع البشره، غير ان ريحته بقى يعني تحفه ولذيذه، يعني ريحه خفيفه خالص بس بتفضل، يعني انا لما احطه على ايدي وافضل قاعده كام ساعه كده بيفضل على جسمي، بتفضل كل ما اشم كده ايدي الاقي لسه فيها ريحه. فالزيت ده انا بحبه جدا، هو بيتجاب من اي صيدليه عادي. عامه هو نقطتين منه ثلاثه بيكفوا
حلو جدا. يعني من الحاجات اللي بحبها جدا، ولو انتي بشرتك مختلطه، لو بشرتك جافه، لو بشرتك ايا كان نوعها ايه وعايزه كريم مرطب سعره كويس جدا وبيرطب ومش بيدهنن، هاتي كريم نيفيا سوفت الابيض. ده شكله من جوه. عايزه اقول لكم ان انا بنتي جسمها من النوع اللي بيجف شويه في الشتاء، فلما رحت للدكتور قلت له ادهن لها جسمها على طول بايه او استخدم لها ايه، فقال لي تدهنيه بزيت الزيتون كحاجه طبيعيه، يعني يجيب لها نيفيا سوفت خطير، وهو فعلا خطير يعني كسعر مناسب جدا، سعره يعني سعره حاجه بسيطه قوي، انا مش فاكره الحقيقه، انا بجيبه على طول بجيبه مع كذا حاجه، وكمان متوفر في كل حته، متوفر في كل الصيدليات، متوفر في كل السوبر ماركت الكبيره، متوفر في كل مكان، وفي نفس الوقت التاثير بتاعه حلو وبيقعد على البشره حبه حلوين بحيث ان هو يديها ترطيب حلو. يعني لو عايزين كريم مرطب للبشره للجسم هاتوا ده. في الشتا دايما بحب يكون معايا في الشنطه على طول نوعين من المرطب، مرطب الشفايف ومرطب الايدين، لان يعني الجو بيبقى برد بره فجاه تلاقي ايديكي مشققه كده ومقشفه، ممكن تكوني رايحه في حته او حاجه فبيبقى شكلها مش ظريف غير الوجع، فانا شايفه ان ده اصلا في منه حجم اكبر، بس هو تحفه جدا في الترطيب، يعني هو تحسوه فازلين بس على خفيف، وفي نفس الوقت الجلد بيتشربه ومش بيدهنن، اللي هو الكريم ده بتاع لونا. هو في منه حجم اكبر بس انا بحب الصغير ده عشان باخده معايا في الشنطه، اوقات بتبقى يعني وست باك او حاجه فببقى محتاجه حاجه صغيره يعني معايا في الشنطه. المرطب التاني اللي بيبقى معايا في الشنطه اللي هو زبده الكاكاو من لابيلو، كلمتكم عن يعني مرطب شفاف اللي انا استخدمته قبل كده ولقيت ان هو ما يستاهلش الحقيقه سعره خالص، ما بيعملش اي تاثير رهيب، في الفيديو اللي فات اللي هو منتجات جربتها ومش هرجع اشتريها تاني فعرفت قيمه لابيلو. بس في بنات تقعد تسالني طب احنا نجيب لون ايه، طب ايه افضل حاجه، في بنات قالت لي على اللي لونها ازرق بس انا لسه ما جربتهاش يعني، بس ان شاء الله هجيبها عشان ابقى بغير يعني، وانا شايفه ان برضو لونها بينك خفيف دي حلوه جدا. سيبكم الالوان اللي هي على احمر او كده لو انتوا عايزين ترطيب حقيقي، يعني الحاجات اللي هي شويه على احمر فيه تقريبا بالكريز وبالفراوله وحاجات كده بحس ان هي لا خفيفه بزياده مش بتدي ترطيب، انما دي البينك دي تقيله يعني ملمسها تقيل، فهتحطيها على الشفايف هتحس ان هي بترطب بحيث ان الشفايف بعد كده ما تقشفش وما تقشرش. فدي معايا في الشنطه ومعايا في البيت، ولو عايزين نغير عشان الجسم ما يتعودش على حاجه معينه فيبتدي بقى ما يحصلش تاثير منها، بالليل قبل ما ننام نحط طبقه فازلين محترمه كده على الشفايف، هتصحي تلاقي الشفايف مترطبه وحلوه جدا. فازلين العادي، عشان في ناس بتقول لي الفازلين اللي هو بتاع الشفايف ولا ايه، الفازلين العادي بس حاولوا يعني تدوروا على الانواع اللي هي المستورده بلاش المصري، خليكم في الانواع المستورده، حلو وتقيل وبيقعد فتره طويله جدا، يعني ممكن تجيب علبه صغيره كده وتقعد معاكي فتره طويله. يعني كمان من مفضلاتي للجسم وللشعر والبشره هو زيت الجوز الهند، بجد قد ايه الزيت ده عظيم يعني وريحته عظيمه وبينفع لكذا حاجه، ريحته يعني جوز هند، بس انا ما بحبش الجوز هند قوي بس ده ريحته حلوه، يعني ده ريحته حلوه، وهو ينفع للشعر وينفع للبشره وينفع للجسم. في ناس بتحسه تقيل قوي على البشره وانا منكم على فكره، يعني انا ما اعرفش استخدمه دايركت كده غير ما اكون مخففاه مثلا حاطاه على كريم، حاطه له نقطتين زيت خفيف بحيث ان هو يلين معايا، وبستخدم حاجه بسيطه قوي، بس هو كمان بينفعني في ان انا اشيل الميك اب، ده دي الحاله الوحيده بقى اللي بستخدمه دايركت يعني على بشرتي ان انا افتت بيه الميك اب، وان شاء الله هعمل لكم فيديو عن الموضوع ده بالذات وهشيل قدامكم ميك اب كامل بيه وبعد كده بالمسلر ووتر، يعني هو لازم حاجه بعديه عشان ما يسيبش احساس اللي هو الدهننه ده، او حتى لو قمتي غسلتيه بالغسول بتاعك هيبقى تمام، بس انا بحب يعني انضف بحاجتين اللي هو الدبل كلينزر دي بره على طول معروفه ان انت تعملي تنضفي بشرتك بالطريقه دي، حاجه بسيطه منه جدا هتكفي شعرك لو حطيتيه على الجسم حلو، لو عملنا بيه سكراب بدل زيت الزيتون وخلطناه بالسكر وحطينا عليه عصره ليمونه هيبقى حلو جدا، فهو ليه اكتر من استخدام فانا ما بستغناش عنه سواء برده صيف او شتاء ده اساسي معايا. بس في حاجه بقى ان انا جبته من ثلاث اماكن مختلفه، يعني انا جبت دي من نيفرتيري اهو زيت جوز هند عادي جدا، جبت ده كمان من ابو عفرة من انا عندي زيت جوز هند بس انا جبته عشان اجربه اهو، والعلبة دي بقى اللي هي اكتر حاجة اصلا بستخدمها اللي هي من البنوتة اللي بتجيب الحاجة من غانا. الفكرة بقى ايه ان انا جبت ليه من ابو عفرة وليه جبت من نيفرتيري، بص هو زيت جوز هند وتمام اوريجينال زي ما احنا شايفين كان هو يعني متجمد، زيت الجوز الهند الاصلي بيتجمد في الشتاء، بصوا هقرب لكم
بس مشكلتي مع زيت الجوز الهند اللي انا جبته من نفرتيري ومن ابو عوف، هما الاثنين على فكرة نفس الشيء بالظبط، ريحتهم مش زيت جوز هند خالص، وفي نفس الوقت الملمس بتاعهم، يعني هوريكو ده تقيل. بصوا مش هيبان قوي بس هو ناشف، وريحته مش ملهاش اي علاقة بزيت الجوز الهند الحقيقة، ناشف. هوريكو بقى اللي هو جاي من غانا، الفرق ممكن ما يكونش هيبقى واضح شوية على الكاميرا، بس انا عشان شايفة الاتنين قدامي فحسب الفرق. يعني ده اللي هو جاي من بره، اللي هو كان جاي لي من غانا. بص مجرد اصلا ما عملت كده خلاص طلع معايا، وريحته جوز هند تحفة، بيرطب تحفة، وبيشيل ميك اب تحفة، وانا بحبه. بصوا قد ايه ناعم. زيت بقى الجوز الهند التاني ده مش ناعم، مش ناعم ومش نفس ريحة زيت الجوز الهند اللي هو ده. يعني لو تعرفوا حد يجيبه لكم من بره هيبقى احسن كتير، او لو تعرفوا حد في مصر برضو بيبيعه يا ريت تسيبوا كومنت، عشان اللي يعني اللي حابب ان هو يجيبه يلاقيه متوفر في مصر. يعني انا اصلا مش عارفه لما دي تخلص. اوكي هو بيقعد فتره طويله، يعني البرطمان ده باكله ليل نهار في حاجات كتير، وقاعد معايا ما شاء الله ومكمل. بس الفكره لو خلص يعني انا شايله هم ان هو يخلص اجيبه تاني ازاي، لان انا مش عايزه اجيب بتاع ابو عوف تاني ولا بتاع نيفرتيري. اما شفت زيت الجوز الهند بقى التاني اللي هو جالي من بره عرفت الفرق، لكن قبل كده كنت بستخدم ده عادي، يعني في الصيف كنت حاطه له اللي هي القطاره دي عشان يبقى يعني زي دروبس كده ما بهدلش الدنيا، وكان تمام وبيشيل معايا الميك اب تحفه وبيرطب تمام. بس لما شفت، عارفين لما تشوفوا الحاجه الاحلى بقى وتشوفوا الحاجه فعلا اصليه، بتبقوا خلاص بقى مش عايزين ترجعوا للقديم. اخر كريم هو بادي كير بتاع الجسم من جونسون، ده شكله هوريه لكم من جوه، كريم عادي خفيف جدا، البشره بتتشربه بسرعه، ريحته تحفه، مش عارفه اوصفها لكم، بس هي من الروائح الهاديه، وانا بحب لما حاجه احطها على جسمي يكون ريحتها هاديه مش نفاذه عشان بتموع لي نفسي. وسعره 13 جنيه، متوفر في كل الصيدليات، كل السوبر ماركت، وجونسون في اكتر من علبه وكلهم بادي كير برضو. في العلبه اللي لونها ازرق بحبها وريحتها تجنن، بس هي خفيفه قوي، يعني الكريم اللي جوه مجرد ما تحطيه اتشرب شويه خلاص خلص الموضوع، ما بيديش تاثير اللي هو الترطيب قوي، انما ده خفيف وتقيل في نفس الوقت، فهو بيديني الترطيب اللي انا عاوزاه يعني. وناس يعني اكتر من حد جرب اكتر من لون، يعني ده الابيض في منه البينك زي ما بقول لكم، في الازرق، كله جرب حاجات جونسون في الكريمات دي وكلها تحفه، وفي منها احجام، يعني هتلاقي اصغر من كده وهتلاقي اكبر من كده، فاللي انت عايزاه كله هتلاقيه. فده من الحاجات اللي ما استغناش عنها برضو واللي بحبه جدا. دي كانت كل الحاجات اللي عايزه اكلمكم عنها النهارده، اللي جرب منها حاجه يقول في التعليقات، اللي جرب حاجات تانية وطلعت كويسه برضو يقول لنا، اللي عارف الاماكن اللي بيكون متوفر فيها الحاجات الطبيعيه وتكون حاجات اصليه ومضمونه برضو يقول، عشان كلنا نستفاد من بعض. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، عشان ده بيدعمني وبيشجعني جدا جدا. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.